فوزي عبد الغني من مواليد 22 جوج 1985، لاعب لعدة أندية يعني وطنية وأوروبية وآسيوية. يعني أول فريق فريق وداد البيضاوي، عندي من بعد فريق وداد البيضاوي أنني مشيت الاحتراف في البرتغال فيتوريا غيماريس، من بعد فيتوريا غيماريس مشيت للسعودية، السعودية قطر، رجعت السعودية، من ثم دخلت للمغرب عاوتاني عن طريق المغرب التطواني، طنجة، خريبكة، أكادير وحسيمة وفريق الراك راسينغ البيضاوي. وبطبيعة الحال أنا غنكون راضي على المستوى ديالي وعلى داكشي اللي حققت الحمد لله، أنني أنا خرجت من واحد المدينة صغيرة اللي فهمتي اللي صعيب أن الإنسان يخرج منها تما كيلعب كرة القدم. أنا كان الحلم ديالي أنني نلعب في فريق اللي كبير في يعني على الصعيد الوطني. الحمد لله الحمد لله أنا جيت من فريق من مدينة صغيرة إلى فريق وداد البيضاوي اللي كان واحد الحلم، حلم كبير. الحمد لله تحقق ذاك الحلم، ومن بعد كان حلم واحد اخر هو الاحتراف. الحمد لله جاء الاحتراف وانا راضي على المسيره ديالي الحمد لله. يعني احسن ذكرى عندي هو الهدف ديالي، هدف تعادل في الديربي ملي كنت صغير. صراحه كنت دخلت في الدقائق الاخيره مع فريق الوداد الرياضي، الحمد لله استطعت انني نسجل الهدف ديال التعادل، ومع السن اللي كان صغير عندي يعني بقات عندي داك الذكرى يعني راسخه عندي في يعني في الميموار ديالي، تنقول ان هذيك احسن ذكرى عندي وهدف التعادل ضد الرجاء البيضاوي. يعني المستوى ديال الكره يعني من ناحيه كرويا فصراحه يعني بين الامس واليوم يعني كان مستوى، يعني ما نقولوش يعني ما كانش المستوى يعني في هاد الايام اللي دازت وهاد السنوات اللي دازت يعني كان المستوى، ولكن دابا يعني في يعني جاو امكانيات اللي خلات اللي خاصها نورمالمون تخلي المستوى انه يتطور. انا تنشوف ان المستوى عند البطوله الوطنيه يعني مستوى يعني عادي كما كان واحد 4 سنوات ل5 سنوات يعني قبل. الحمد لله الان كاينه موارد يعني ماليه وموارد بشريه وكاين يعني التكوين، وتنتمنى ان حتى المدربين يجيو ان شاء الله اللي غادي يستافدوا منهم هاد اللاعبين هذا باش نطوروا المستوى يعني ديال اللاعب المغربي. تنتمنى من الله، لان الجامعه الحمد لله يعني قايمه بواحد المجهود اللي كبير، عاطيه دايره يعني صوبه تيرانات، تدير بزاف الحوايج، حطت فلوس. يعني تنتمنى من الله ان المستوى يعني ديال اللاعب المغربي انه يزيد يتطور، لان دابا ولات امكانيات اكثر من شحال هذا. والكلمه الاخيره ديالي هي تنشكر القناه ديالكم انفاس، تنشكر اخويا حمزه على هذه الاستضافه هذه، تنتمنى من الله انكم تحققوا النجاح ومسيره موفقه ان شاء الله. وكلمه اخيره تندعو ان شاء الله لجميع المسلمين في انحاء العالم انهم يتشافوا من الكورونا هذه ونرجعوا ان شاء الله للحياه ديالنا، والله يدير الخير. اش اللي غنقول